انا بغيت دواء السكر وبغيت دواء الطنسيون وعندي الهشاشة، ما تعطونا والو وليدي، نضل واقفة وتمشي في حالك. ودابا السبيطار العياشي دوز العرجات، صافتك مولا عبد الله، مولا عبد الله صافتك العياشي، ضل غادي جاي في المركوب وحنا ضاعفين ما عندنا والو، وما تنوليو بلا دواء. بغينا وليدي الدواء، ما حنا دراوش عدي الراميد، ما عدي والو وليدي، ما تنفعنا وليدي حتى في شي حاجه، ما تعطونا حتى حاجه من عام لعام رمضان، تعطونا جوج قويلبات و خمسه اطر وزيت و 10 كيلو طحين من رمضان رمضان. خاصهم الطبيب ديال الولاد هنا، خاصهم ديال لا طاح شي واحد وتارز يجيبوه هنا، ولكن ما كاين حتى حاجه، كاين غير طبيب الحوم المولى عبد الله. وشويه وصافي، قليل داكشي. والمراه اللي شدها الوجع في الليل خاصها عاود هذا. يعني هنا ما كاينش فرق باش كاين يقولوا العيادات. لا ما كاينش، كاين عف العرجات اللي بغات تولد تمشي عاود العرجات. اللي شدها الوجع هنا بغات تولد؟ لا ما كاينش هنا. كاين غير فرملي؟ لا كاين جوج فرملي، كاين طبعا الفرملي. وراه تيكون عامر دابا العواشر ما تلقاش حقك في السبيطار. يعني تيكون زحام هنا؟ تيكون زحام، ماشي غير الزحام، فوق الزحام. راه دابا مازال العيد راه خاوي، راه في هذا تيكون الناس مشغولين بالسوق. مشغولين بالسوق، ما دابا راه خاوي تيكون ما تصيفيش حقك فين تدوزي. نمشيو ما تنجبرو حتى حاجة، لا بغيتي تاخذ الدواء ما تيعطيوش لك، لا بغيتي تسنى يقول لك تسنى ولا سير قلب على راسك. هادشي اللي تيقولوا. دائما جات امراه تسنى تدعي وما ربنا ترجع وتهبط السلا. جيتي بغيتي شوكه يقول لك ما كاينش. الا ما كانت شي حاجه ما ضربتها البره ما تضربهاش، ولا كينه ما تشدهاش هنا. لا هنا ولا في سيدي عزوز ولا في اي حاجه، كاع يعني المصحه كلها. في اي وتنطلبوا كل شيء يكون موجود، يكون دواء موجود، يكون الدكتور رسمي يوميا. وكل اللي تضربوا السم عقرب ولا شي حاجه مسمومه ما تصيب كاع بين يضرب البره. البره ما تيصيبهاش، خاصها ما يمشي للعرجات ولا يهبط للسبيطار مولاي عبد الله. ولكن هنايا ما كان ما تيقضيوش لك حاجتك هنايا. خاصك تقول لك السويسي، لا عندك شي عطاب ولا هذا تتركب وتمشي للسويسي. هنا وليدات ينفعوهم الجلبه، كيجي ولد السخان يعطيوه سيرو يعطيوه. المهم هذاك الشيء سبيطار الحمار انت عارف فيه. السيرفيس اللي كاينه هنا مثلا، حنا هنا في العربيه تنجيو بكري، الطبيب ما تيجيناش بكري، تيجينا حتى لداك 12 عاد تيسربينا. مثلا الدراري الصغار عندهم دواهم، تيعطينا الدواء مثلا ديال السخانه ولا ديال الاسهال. بالنسبه لنا هنا الكبار ما كاينش العلاج في هنا في السبيطار، تيقول لك سير للسويسي ولا سير المهم المدينه. بالنسبه لنا حنا ما عندناش العلاج هنايا كاع، واخا نكونوا مرات تنموتوا خاصنا نمشيو للمديره. وحنا لهنا العربيه صعيب لنا، حتى المركوب ما عندناش اللي غيهزك بالزربه يديك للسبيطار، معذبين شويه في السبيطار. المشاكل عندنا هي السبيطار، حنا من السيمانه للسيمانه عاد ترجعوا السبيطار، ما كاينش شي زعما شي سبيطار من غير السيمانه. المشاكل خاصنا السبيطار ديما ديما يكون فرملي هنايا، يكون طبيب ديما. بالنسبه للارجونس راه هنا لا ما كان تمشيو حتى للسلا ترونسبور على ظهرك كلشي على راسك. كنطالبوا في السبيطارات ادويه كلشي خاصو يكون موجود. وقت تجي السبيطار خاصك تكون، وانت دابا لا ضراتك شي حاجه نهار الجمعه ولا اثنين ولا هذه فهاد الشيء غتبقى تسنى حتى الخميس عاد دير دوز. حنا كسكينة سهول عندنا غير هذا المركز هذا خاص تيتفتح نهار الخميس. الناس الا مرضوا لا في وسط السيمانه تيجيو لهنا تيبقاو يتسناو ما تيلقاوش شي حاجه، ما وتيجي ربما تيدوز له تيعطيه شي وريقات، كاين شي اعانات تيعطيهم شي دواء هنايا ما تيستافدوش منه الناس بزاف. واش كطالبوا؟ وتنطالبوا هنا بمستوصف يكون ديال الناس اللي تيولدوا، فهمتيني، واحد الرعايه تكون وسط السيمانه على الاقل عير 3 ايام. سيمانه فيها 7 ايام على الاقل تكون عير شي 3 ايام اللي يكونوا هنا عارفينهم، والناس يكونوا عارفين بان ذاك الوقت يكونوا السبيطار هنا. ماشي واحد يجي ضاربة عقراب ولا ضاربة شي الفعاء ولا شي، فهمتي، تيجي لهنا مسكين ما تيلقاش. وليت نهار الثلاث ولا الاربع قليل ويلقى حتى حد هنايا قليل. فين تيجي هذا واحد السيد اللي هنايا فرملي راه هو اللي تيربج بحال تقول عا تيربج. الخميس ما عندوش الطريق نيشان.
لدرجه انه بحال مسكين بحال ولا خصو يخدم عطار. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.